بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عصام الدين الزين معاكم، متواصلين في دورة أساسيات السي شارب للمحاضرة الخامسة. هنتكلم في المحاضرة الخامسة عن المصفوفات أو الأريز في لغة السي شارب. هناخد أوفر فيو سريعة عن الأريز. مصفوفة، ما هي المصفوفة في السي شارب أو في أي لغة برمجة ثانية؟ قال لي المصفوفة هي عبارة عن هيكل بيانات، عبارة عن هيكل بيانات أو وعاء بخزن فيه مجموعة من القيم أو مجموعة من البيانات، بشرط إنه البيانات دي تكون من نوع بياني واحد. يعني اخترت إنه مصفوفتي تكون مصفوفة رقمية، ففي الحالة دي المصفوفة بتقبل لي شنو؟ بتقبل لي أرقام فقط، وما بتقبل لي سلاسل بتاع الحروف. طيب أنا بستخدم المصفوفات في شنو؟ أو متين محتاج للمصفوفة؟ أفرض إنه أنا عندي برنامج بيتعامل لي مع قيم كثيرة، يعني مثلا أنا عايز أدخل 50 رقم وعايز أتعامل مع 50 رقم ديل في نفس البرنامج. فبدل ما اعرف 50 فاريبل او 50 متغير، الحقيقة طبعا بتشيل كود كتير، ممكن اختصر ال50 سطر بتاعت التعريفات دي في سطر واحد، او هو المصفوفة اعرف مصفوفة حسب النوع البياني اللي انا عايزه، ويكون حجم الحجم بتاع المصفوفة 50 عشان تشيل لي شنو؟ عشان تشيل لي 50 قيمة هي نفس القيم اللي انا عايزها. طيب نجي للحتة بتاعت تعريف المصفوفة، كيف انا بقدر اعرف مصفوفة في السي شارب؟ قال لي عشان انا اقدر اعرف مصفوفة في السي شارب بكتب الجملة الآتية. بكتب اول حاجة الداتا تايب بتاعتي، النوع البياني، بعمل القوسين المربعات، بكتب شنو؟ اسم المصفوفة، بعمل السيمي كولون بتاعتي. يعني افرض انه عندي مصفوفة رقمية عايز اسميها ماي اري، هقول له انتجر قوسين ماي اري. كده الكومبايلر هيعرف انه انا عندي مصفوفة من النوع انتجر اسمها ماي اري، هيمشي يحجز ليها مساحة في الذاكرة حسب المساحة اللي هحددها له انا. فبمجرد ما انا اعلنت له انه عندي مصفوفه من النوع انتجر، هينشئ لي اوبجكت في الذاكره ياخذ مساحه معينه. انشاء الاوبجكت بيحتاج لي انستنس جديد، او اشتق انستنس جديد عن طريق الكلمه المحجوزه نيو. هقول له انتجر نفس الاقواس اسم المصفوفه ماي اري يساوي لي شنو؟ نيو انتجر السايز بتاعه 5. في الحاله دي هيعمل شنو؟ هيمشي يعمل نفس الحركه دي، هيخط لي مصفوفة فيها 5 عناصر، 1 2 3 4 5 في الذاكرة، منتظر انه انا شنو ادخل ليها القيم بتاعتي. يلا في حاجة لازم نحن نكون عارفينها، انه المصفوفات في السي شارب عبارة عن زيرو اندكسد. يعني شنو زيرو اندكسد؟ زيرو اندكسد يعني هي بتبدأ لي بالرقم زيرو، يعني العنصر الاول هيكون قاعد في الاندكس زيرو، العنصر الثاني هيكون قاعد في الاندكس واحد، وهكذا لحد العنصر الاخير هيكون قاعد في الاندكس السايز بتاع المصفوفة ناقص واحد. هنا السايز بتاعها 5 ناقص 1 4، معناه العنصر الأخير قاعد في شنو؟ قاعد في الإندكس 4. كده أنا أنشأت مصفوفة، عملت لها إنستنس جديد، أديت السايز بتاعها، لكن ما زالت المصفوفة بتاعتي فارغة، يعني الموقع الرقم 0 فارغ، الموقع رقم 1 فارغ، كل ما وقع المصفوفة فارغة. فعشان أنا أسند للمصفوفة دي قيم، عندي كمية من الطرق، تختار الأسهل فيها أو الحاجة اللي بتريحك أنت كمبرمج لقدام بعدين في برامجك. الطريقة الأولى هي عن طريق الموقع نفسه أو عن طريق الإندكس. يعني هنا قال لي يا أخي ماي أري في الموقع زيرو حتساوي لي 7، معناها شنو؟ أنا همشي يفتش الماي أري، يفتش الموقع زيرو اللي هو ده، هيحط لي فيه شنو؟ القيمة 7. قال لي ممكن تسند إسناد مباشر. يعني شنو إسناد مباشر؟ يعني أنا ممكن أقول له إنتجر ماي أري يساوي نيو إنتجر سايز بتاعها 3، طوالي لكشة واحدة المتغيرات أو القيم بتاعتي 7 6 5، هيمشي يفهم براو إنه عمل مصفوفة فيها 3 مواقع، خدت لي في الموقع الأول 7، خدت لي في الموقع الثاني 6، خدت لي في الموقع الثالث والأخير كم؟ 5. جه تاني قال لي يا أخي إنه أنت ممكن تستغنى عن الكلمة نيو وعن السايز، إذا أنت أصلا ما عارف السايز على المصفوفة كم. مرات بنتعامل مع مصفوفات فجأة المصفوفة بتكبر، فجأة المصفوفة بتنقص. فوصلوا لحل في الحاجة دي، إنه أعرف المصفوفة من غير سايز بتاعه، هو ديفولت هيعرف إنه السايز كده بعدد شنو؟ بعدد العناصر اللي أنا أسندتها له. يعني قلت له انتجر ماي أري هتساوي لي شنو؟ 7 6 5، هيمشي طوالي يعرف إنه دي 3 عناصر، هيمشي ينشي مصفوفة جديدة هيخد فيها 3 عناصر دي. كيف أنا بقدر أوصل لعنصر داخل المصفوفة؟ يعني بعد ما أنا مليت المصفوفة بتاعتي عايز أوصل لعنصر جوا، بوصل للعنصر ده عن طريق شنو؟ عن طريق الموقع أو الإندكس. يعني زي ما هنا واضح قدامكم، أنا عايز أوصل للرقم 6، وصل للرقم 6 عن طريق إنه أنا أكتب اسم المصفوفة قوسين الموقع بتاع الرقم 6. كده أنا وصلت للموقع ده، وهقدر أتعامل مع القيمة القاعدة جوا الموقع ده.
يلا بعدين نجي نشوف مثال عملي مع المصفوفات. نفتح البرنامج بتاعنا، نعمل نيو بروجكت بتاعنا، نختار اسم. اوكي، فتح معانا. نبدأ بإنشاء المصفوفة بتاعتنا. نفرض إنها مصفوفة رقمية، انتجر مثلا نسميها نمبر، هتساوي لي نيو انتجر، عايز فيها 3 عناصر، أسند مباشرة 5 9 6 9 5. كده أنا أنشأت مصفوفة وأسندت لها قيم ابتدائية. تعال نجرب نعمل أوتبوت لواحد من القيم دي. أقول له كونسول دوت رايت لاين، العنصر القاعد في الموقع نمبر، في المصفوفة نمبر، في الموقع رقم 2. المفروض يفهم إنه أنا عايز الموقع ده. نثبت الشاشة بتاعتنا، ننفذ على كده. طوال طلع عليه الرقم 5. نقفل التنفيذ. تعال نجرب طريقة ثانية من غير ما أقول له الدال نيو. أقول له طوالي انتجر البي تساوي ليه 18 19 20، وطلع لي رايت لاين البي الاندكس 0. المفروض طلع 18 مباشرة، طلع 18. نجرب مثال ثاني على الإدخال بدلا من الإخراج. ما عرفت مصفوفة سايلية نيو انتجر فيها 3 عناصر. أجي أجرب أدخل كونسول بعد ذاك أقول له، هقول له كونسول لا، هقول له البي في الموقع الأول عايزة تساوي convert dot to integer 16 للكونسول، وحيني من المستخدم للريد لاين. بعد ذاك تعال طلع لي شنو العنصر ده بعد ما انا ادخل لك. هينتظر انا ادخل له العنصر في الموقع رقم 0، هقول له 8، هيطلع لي 8 مباشرة. كده احنا دخلنا ليه مصفوفة، طلعنا من المصفوفة. انا جبت طريقة تانية للتعامل مع المصفوفات. افرض ان انا عندي مصفوفة فيها 3 عناصر، عايز ادخل ال3 عناصر دي ورا بعض. فبدل ما اكرر الريد لاين هدخلها على شنو؟ على حلقات فور عادية لوب. عرفت المصفوفة على اساس انها مصفوفة انتجر فيها 3 عناصر. هقول له يا اخي فور انتجر الاكس سالب صفر. الشرط بتاعي هيكون انه الاكس اقل من او يساوي الاثنين الانكريمنت الاكس بلس بلس. حط هذه الاقواس بتاعت الفور بتاعتي. بعد ذاك احدي البرنامج جانب جمالي شوية، هقول له كونسول دوت رايت لاين كلية، ادخل القيمة القاعدة وين؟ القاعدة في الاندكس اكس بتاعي. بعد ذاك قول لي يا اخي المصفوفة في الموقع الاكس هتساوي لي شنو؟ هتساوي لي الحاجة اللي انا هدخلها.
اسم المصفوفة في الموقع اكس تساوي لي الكونفيرت بوك 20 بير 16 للحاجة اللي انا هدخلها كونسول وتريد لايف كده. الحلقة هتعمل شيء، هتخوض قيمة ابتدائية اكس يساوي صفر، هتيجي داخل على الحلقة لأنه الشرط المحقق الصفر أقل من الاثنين، هيطلع لي يا أخي انتر فاليو القاعدة في الاندكس كم؟ اكس، الاكس بكم؟ الاكس بصفر، هدخليه القيمة بتاعت الاندكس صفر، هاخدها في المصفوفة، وهكذا لحد القيمة كم؟ القاعدة في الاندكس اثنين اللي هي القيمة التالتة. نيجي نطلع الكلام ده بحلقة تانية، هقوله فور انتجر الان تساوي صفر والان اقل من او تساوي الاثنين والان بلس بلس، هفتح القوس بتاعي بتاع الفور، هقول له في كل مرة كونسول نوت رايت لاين المصفوفة في الاندكس ان، نيجي ننفذ الكلام ده، طبعا مش شنو قبل ما ننفذ، عندي مصفوفة من 3 عناصر، دخلت 3 العناصر دي او القيم دي بحلقة بتاعت فور، هيعمل نفس الحركة الفور لكن هيكون شنو؟ هيكون اخراج للعناصر دي، ممكن نفصل بين الحلقة الأولى والحلقة الثانية، نقول له هنا برر الحلقة كونسول. رايت لاين ننفذ هيبدأ التنفيذ، يقول لي يا اخي دخل العنصر رقم 0، هقول له العنصر رقم 0 7، يقول لي دخل العنصر رقم 1 مثلا اقول له 9، العنصر رقم 2 او لو 8، بعد ذلك هيجي يطلعهم ليه بالترتيب 7 9 8. كده احنا استخدمنا الحلقه التكراريه في ادخال واخراج العناصر من والى المصفوفه. يلا نمشي لموضوع ثاني وموضوع اخير لانه انا ما عايز اطول عليكم. عندي في السي شارب المصفوفات او اي مصفوفه بتعامل زيها وزي اي اوبجكت احنا اشتقيناه من كلاس اللي هو الكلاسات قاعده في الكلاس لايبراري بتاعت الدوت نت العامه. يبقى الاري انه هي الاري عباره عن كلاس عنده ميثود او عنده دوال عنده خصائص. هناخد بعض هذه الدوال والخصائص. في خاصيه مهمه جدا اللي هي خاصيه اللينث او خاصيه شنو طول المصفوفه، دي بترجع لي الطول الحقيقي بتاع المصفوفه اللي انا انشاتها. في الدوال عندي الداله ماكس اللي هي دي في القيم الرقميه بيطلع لي اكبر رقم في المصفوفه، وعندي داله من بيطلع لي اقل رقم، وعندي داله صم بيطلع لي شنو المجموع بتاع القيم دي. نيجي نجرب الكلام ده على نفس المصفوفه بتاعتنا بعد الحلقه بعد ما اعمل الكلام الفوق ده، اقول لي كونسول في شكل اخراج عادي دوت رايت لاين طلع لي اللينس بتاع المصفوفة دي، اللي حوصل للبروبرتي سيف هقول له المصفوفة اسم المصفوفة دوت لينس، وبهذه الطريقة لحد ما اكمل الثلاثة دوال بتاعتي وفجأة انفذ عادي، ادخل له الثلاثة قيم بتاعتي كالعادة زي ما شايفين، طلع الكلام الجميل طلع عنده اللينس 3، الاكبر رقم هو 59 واصغر رقم 5، والصم بتاعهم كم؟ 76. بكده نكون انتهينا من المحاضرة الخامسة. يا ريت الناس ترجع تطبق الكلام ده، وإن شاء الله الناس تكون استفادت، ونتلاقى في المحاضرة الجاية بإذن الله، وإلى اللقاء. شكرا لحسن الاستماع.